مشاهدي قناة صوت العدالة، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم عين على المونديال. عين على المونديال نستضيف من خلاله الإعلامي الكبير ماجد الشجعي. سي ماجد الشجعي، مرحبا بك. مرحبا بكم، بارك الله فيكم. وصوت العدالة عنوان جميل، ونأمل أن نتابع العدالة الكروية في جميع المحافل تحديدا، ونحن نعيش أجواء المونديال. شكرا سي ماجد. سي ماجد، بغينا نهضروا على المنتخب الوطني والدور ديال المجموعات اللي غادي يلعب ان شاء الله يوم الاربعاء. شنو كيبان لك في وليد الركراكي؟ شنو كيبان لك في اللعابه اللي غادي يكونوا؟ وليد الركراكي يعتقد بانه هو رجل المرحله، لانه كانت هناك مطالبه برحيل خليلوزيتش، واليوم مدرب يعرف واليوم مدرب يعرف كواليس المنتخب المغربي جيدا، على اعتبار بانه حمل قميص المنتخب المغربي، لعب في نهائيات كاس امم افريقيا. رجل متشبع بهذه الاجواء، وما حققه مع الوداد ترجم من خلاله بانه رجل المرحله، إذا كان قد عاش تجارب اللاعب الدولي والاسم الذي عاش تجارب احترافية، علاوة على عامل السن. ربما هذه المعطيات تجعل من هذا الرجل كذلك، حتى هو سيكولوجيا بإمكانه أن يحفز اللاعبين أن يكون ذلك الصديق القريب أو الأب أو الأخ الكبير. وبالتالي أعتقد بأنه سيرمم الصفوف، وبأن المنتخب المغربي قد يقول كلمة الحضور من خلال نتائج. ربما هناك تفاؤل، ولكن علينا أن ندرك بأن هناك مدارس كبيرة ككرواتيا كبلجيكا، هذا يعطي أولوية أولية لتأهل هذين المنتخبين. ولكن المغرب لغة المفاجآت ظلت حاضرة في المونديال عبر التاريخ، كما كان عام 86. نأمل أن تكون المفاجأة كبيرة كذلك، وأن ينجح المنتخب المغربي في تحقيق نتائج إيجابية، لما لا تحقيق نتيجة الفوز في لقاء أو في لقاءين. ولكن بالتراتبية وبلغة الأرقام وبالإحصائيات، أعتقد بأن الأمور تصب في مصلحة كرواتيا بلجيكا، والتاريخ ينصف المغرب ثالثا على أن تأتي كندا رابعا. هذه هي أرقام ومعطيات وحسابات، ولكن نمني النفس بأن يكون وليد الركراكي والأسود في الموعد، وأن نسمع الزئير، والزئير يفتح أبواب ثاني الأدوار، وأن ينجح المغرب في تحقيق مفاجأة كبيرة لن ترضي الجماهير المغربية فحسب، بل حتى الوطن العربي وإفريقيا. المغرب كان حاضرا بأسمائه الوازنة، وقادر على أن يثبت الحضور في هذا المونديال. الرجوع ديال الحمد لله، تفرجي في مقابلة اللي فات، دخل في الشوط الثاني، عطى واحد الإضافة، جاب ضربة جزاء. شنو بالك في حمد الله في المقابلة اللي غادي تجرى بين كرواتيا و... نحمد الله على تواجد حمد الله مع المنتخب الوطني، لأنه اسم يستحق. هو رجل كاريزماتي، رجل ذكي، رجل يمتلك الإرادة، وربما يتفوق حتى على بعض اللاعبين. في ماذا؟ في القناعة، في التفوق على النفس، في حسم الأمور في اللحظات الحاسمة. أشرت لنقطة مهمة، حتى اختيار الوقت هو مناسب، وبالتالي هذه العوامل أثبتت بأنه سيكون استثناء. استثناء لماذا؟ لأنه سيتغلب على مفهوم اللاعب الذي لعب في الخليج. أعتقد بأن حمد الله يمتلك أدوات الاسم الذي بإمكانه أن يحترف في أكبر الأندية الأوروبية، وأعتقد بأنه سيكون إضافة إذا ما كان أساسيا للمنتخب الوطني في هذه النهائيات. وبالنسبة للمقابلة اللي غتجرى غدا، توقع ديالك النتيجة ديال المقابلة بالنسبة للمنتخب المغربي؟ واش غادي يدير واحد إضافة؟ واش غيكون واحد الهزيمة ولا تعادل؟ شنو بنظرك أنت كإعلامي كبير ودستي في قنوات كبيرة، من خلال هذه المقابلة هذه ومن خلال التشكيلة اللي كيقوم بها وليد الركراكي، اللي كنعرفوا وليد الركراكي ديما كيلعب 4-1 4-1، واش غيلعب في نفس هذه الخطة هذه، ولا غادي يكون شي تغييرات من وليد الركراكي؟ التاريخ لا يذكر إلا النتائج. بالعودة لمونديال روسيا 2018، رأينا منتخب مغربي مثير جدا، كان بإمكانه أن يفوز بالثلاثة أو بالأربعة أمام إيران. استسلم في ظل لغة المرتدات أمام طموح إيراني، ومنتخب إيراني كان منكمش، كان يعرف إمكانياته. فازت إيران المباراة أمام البرتغال، وهدف كريستيانو رونالدو لم يعكس بأن هناك كان تفوق برتغالي. على امتداد المباراة المنتخب المغربي كان كبيرا أمام إسبانيا، سرقت نتيجة الفوز من المنتخب المغربي، ولكن التاريخ سيذكر بأن المغرب تعثر في لقاءين وحقق تعادل. ما يهمنا اليوم هو حسم النتائج، أن نبحث عن النقاط. مباراة كرواتيا لن تكون سهلة، هذه حقيقة. من أن يكون هناك داهية وكاريزماتي واسم وازن في حجم لوكا مودريتش وأسماء أخرى، أعتقد بأن منتخب كرواتيا لعب فاينل النهائيات الماضية في الملاعب الروسية.
مسألة جس النبض ستطول، وبالتالي إذا ما نجح المنتخب المغربي في الحفاظ على شباكه نظيفة حتى تجاوز الدقيقة 20، أعتقد بأن النوايا ستكون كبيرة، وبأنه الاندفاع سيكون حاضر، وبأن الإرادة ربما ستتضاعف، وبالتالي أعتقد بأن مباراة قابلة لكل الاحتمالات. إذا فاز المغرب لن أستغرب، إذا تعادل هذه أمنية في أول مباراة، ولكن دائما نأمل بالفوز، والتعثر وارد، ولكن ما نتمناه أن يكون الأسود في الموعد، ولديهم من الإمكانيات بأن يتحدثوا لغة المفاجأة في مباراة كرواتيا الصعبة. نتمنهم الله باش يكون نتيجة تكون إن شاء الله مربوحة كيف كنقولوا إحنا، نتمنهم الله أماني. نتمنى طبعا، والإرادة موجودة وبإمكان كل ذلك أن يحدث، لما لا؟ شنو كيبان لك انت من خلال هاد كاس العالم وهذه المقابلات اللي كنعرفوا كاين مقابلات منتخبات قويه مثل الارجنتين مثل البرازيل، شنو كترشح انت شنو هما المنتخبات اللي غادي يدوزوا المجموعات، كتختار منهم غادي يدوزوا المجموعات، شنو من المنتخبات؟ تاريخيا دائما أندية أمريكا اللاتينية هي من تثبت الحضور تحديدا في المونديالات التي تلعب في مناطق خارج أوروبا، مثلا في كوريا واليابان رأينا منتخب برازيلي تحديدا رونالدو، ريفالدو، بيبيتو، روبرتو كارلوس، نتحدث عن عديد الأسماء التي أثبتت الحضور، وبالتالي المنتخب البرازيلي غاب. في حالة إذا ما عاد، هذه مناسبة ليعانق المجد من جديد بعد غياب 20 سنة عن التتويج. الأرجنتين مع ميسي، أرجنتينا منتخب كبير جدا، ميسي تفوق على نفسه في ظل الموسم الكارثي الموسم الماضي مع البي جي، اليوم ميسي مختلف في الأسيست، في الحضور، في التسديد، في الكرات الثابتة، لاعب أعتقد بأنه لديه جوع اللقب المونديال. أعتقد بأن أسماء إلى جانب دي ماريا وبقية الأسماء، هذه المجموعة تراهن على أن تقدم لميسي هدية كأس العالم، وفي حالة إذا ما تحقق هذا الحلم سيكون ميسي هو الأفضل في التاريخ، لأن هناك صراع أبدي من هو الأفضل، هل هو بيلي، مارادونا، كريستيانو رونالدو، ميسي، هناك من يضع يوهان كريف ضمن لائحة الأسماء الكبيرة. ميسي قريب من كتابة المجد، ولكن هل ستسمح ألمانيا بذلك؟ فرنسا بإمكانيتها الكبيرة رغم غياب بعض الأسماء المؤثرة، علاوة على منتخب كبير اسمه إسبانيا، ولن ننسى كذلك لغة المفاجآت، ربما أرى في إنجلترا منتخب بإمكانه أن ينتفض وأن يكون حاضر على مستوى المنافسة على هذا اللقب. بالنسبة ليون ميسي لآخر كأس العالم ليه، يعني ضروري غادي يكون يحط واحد المفاجآت كبيرة، وخا كاين غيابات تامة للاعب الكبار بحال بنزيما اللي تتوعات، بحال نقولوا كانتي، وأسماء كبيرة ديال اللاعبين، يعني غادي في المقابلة ديال فرنسا، مقابلة ديال الأرجنتين، غادي يكون كي كنقولوا حنا بلغة ديال الخشب كي كنقولوا غيكونوا مفاجآت. تحصرت كثيرا لغياب كريم بنزيما، كريم بنزيما الكاريزما، كريم بنزيما رأيناه في تشامبيونز ليج، هذا الرائع الذي تفوق على نفسه على امتداد سنوات، قالوا بأنه هو السنيد في اللهجة المصرية، بأنه فعلا قدم هذا الدور مع كريستيانو رونالدو على امتداد سنوات، عندما رحل ميسي أثبت بأنه هو الاستثناء، بأنه نيميرون في الليغا الإسبانية في ظل هذا الحضور، وبالتالي خسارة للمونديال. الأكثر من ذلك بأنه عانق المجد من خلال الكرة الذهبية، وجاء ثانيا ماني يغيب عن المونديال، أتألم لهذا الموضوع، لأن ماني ذلك الرجل الرائع المميز البسيط المسلم الذي يصدر بأن البساطة وبأن المعاناة بإمكانها أن تخلق نجم كبير. المونديال سيفتقد لكل هذه الأسماء التي ذكرت، ولكن أنا متعاطف كثيرا مع غياب كريم بنزيما وماني، ولكن حتى في ظل غياب ماني أسود التيرانغا بإمكانها أن تزأر وبإمكانها أن تكون حاضرة، وربما تقدم هدايا لهذا غائب الذي سيكون حاضرا على مستوى المؤازرة. أتحدث عن ساديو ماني الذي أثبت بأنه الابتعاد عن أنفيلد وعن ليفربول ليس بالأمر الهين، ولكن جاء لأليانز أرينا لباير منشن ليؤكد بأنه هناك خليفة جديدة لليفاندوفسكي في هذا الفضاء البافاري. شكرا سي ماجد الشجعي. قبل ما نساليو هذه الحلقه هذه، الجماهير كتسائل الغياب التام ديال ماجد الشجعي، كنا كنعرفوك انت في مقابلات كبيره، انا صراحه احبك، صراحه كنصنت لي كنتفرج فيك، غياب التام ديالك زعما من خلف بين سبور في القنوات الكبيره، شنو تبغي تقول للمشاهدين الكرام على الغياب ديالك؟ اولا كل الحب والتقدير، هذه مشاعر نبيله، ربما هذا
وسام معنوي في هذا الكلام الذي قلت، وأسعد دائما بربما الدافع المعنوي للجماهير المغربية، أصدقائي أحبابي إخوتي في كل مكان، عندما تشعر بأنك عضو في أسرة هذا هو المكسب، هذا هو الحصاد من هذه الرحلة. أعتقد بأن مرحلة استراحة محارب سأعود قريبا إن شاء الله، وإن شاء الله ستكون هناك مفاجأة إن شاء الله. نتمنى الناس يطلبون الخير ودعواتكم أنتم والناس الطيبين، أكيد بأنه ماجد اشتاق للجمهور كما اشتاق الجمهور لماجد. شكرا ماجد، احنا كنتسناو ترجع ان شاء الله بفريق الصبر. كنشكروك على الاستضافه، وكنشكروا سي هاني الملقب بابو جاد في المنزل ديالو اللي استضفنا، وكنشكروا على هاد سي هاني، كنشكروك بزاف على الاستضافه ديالك. مشاهدي قناه صوت العداله، نضرب لكم موعدا ان شاء الله في الحلقه القادمه. كنتم في أمان الله، معكم محمد عطيف وراء الكاميرا سعيد.